مساء الخير مرحبا ناصر، نجلاء. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير، وأهلا بكم إلى تفاصيل الحصاد الذي يأتيكم عبر أول قناة إخبارية في الجزائر. نسهل حصادنا بشأن التربوي، فبعد الانتهاء من عملية تصحيح أوراق امتحانات البكالوريا وإدخال نقاط الطلاب في الملف الرقمي، قامت كاميرا النهار باستطلاع مسبق عن الشعب التي من المحتمل أن تتصدر النقاط الجيدة. نتعرف على التفاصيل مع هاجر زيلف. 4 أيام على الأكثر تفصلنا عن موعد إعلان نتائج شهادة البكالوريا. 6 شعب بين العلمية والأدبية تنتظر الإفراج عن قائمة الناجحين حسب الموعد الذي حددته بن غبريط، والموافق لل15 جويلية على أقصى تقدير. ما هي الشعب المتصدرة النقاط الجيدة وما هي الشعب المتذيلة في الترتيب؟ وهو أن تقريبا نوعا ما النسب اللي نحس بالمعطيات تاع وزاره التربيه الوطنيه، احنا ما عندناش معطيات باش كل الامور واضحه، فهي تفوت 50%. هذا مؤشر خير، هي دائما شعبه العلوم هي اللي راح تكون بصفه عامه، ممكن بالاضافه كذلك ممكن شعبه الرياضيات عاده، لان فيها الحفظ بزاف في الحقيقه. فيها الحفظ بزاف، وحقيقه اذا تلاحظي حتى نسبه النجاح نوجدوا هي البنات، احنا الذكور عاده ما يحبوش يحفظوا. ولذلك اللي نلقاو في التوجيه شعبه مباشره على العلوم تلقى تقريبا 40 45 ولا حتى. العاملين في مراكز التصحيح والعارفين بشأن التربوي في نظرهم انه بامكان الوزاره الوصيه الاعلان عن النتائج في اليومين القادمين. يوم 10 11 على الاكثر 11 مساء تكون النتائج موجوده، ولكن هناك راح يكون مراقبه ومراقبتين كي يعلنون عن النتائج، والنتائج لا تعلن إلا بأمر من السيدة الوزيرة. كافي جدا، يعني آخر يعني كي نقولوا يوم 12 تكون، إلا إذا كان بعض مشكلات بسيطة يعودوا يعالجوها، ولكن يوم 12 على الأكثر تكون هناك نتائج. دخلنا في مرحلة العد التنازلي لإعلان نتائج شهادة البكالوريا، فما هي إلا أيام قليلة ويعرف قرابة 1 مليون ممتحن مصيره إن كان في خانة الناجحين أم الراسبين.